ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين، ومع يعني حاجة ربحية جديدة ممكن ان احنا ننفذها او ممكن ان احنا نعملها. طالما بعد كده بنيجي نشتغل على موقع البيك ووكر وتلاقي بعض المهام كده تقيلة زي ما هما دي، بنقول لك الاوفر داونلود او كومنت للارتيكل وهتاخد 1.5 دولار، وفي ايزي اوفر داونلود بي دي اف وهتاخد حوالي 4.45 دولار. وطبعا المهام بتكون محدودة وبتاخد فلوسك على طول في هذه المهام، ولكن طبعا نسبة 7% نسبة نجاح الناس اللي بيدخلوا هذه المهام، لأن الناس دي بالفعل عايزين حاجات حقيقية وبيتأكدوا نفسهم لكل عملية، وبالتالي يا إما بتاخد بلوك يا إما بتاخد 4.5 دولار. تخيل إن في المهمة الواحدة من دي لو انت صرفت هنا 10 سنت وهنا 10 سنت دفعتهم، عفوا 10 روبل، وعشرة روبل يا روبل أقل من السنت، وبالتالي هيبقى معاك 20 روبل. هنقدر نحل المهام اللي هي بتكون زي دي مش على الموقع سبوت جيكس أو بيكو وركر بس، لأ ده على الموقع اللي هو هابد وركر أو موقع زي جوب بوي موجود عليه أيضا هذه النوعية من المهام. طبعا عايزين نأتي في يوم من الأيام هنأتي إلى هذه المهام ونعديها ونقول خلينا في الفيسبوك أو خلينا في مهام التويتر أو تصفح المواقع تمام اللي هي السيو والحاجات دي، ولكن هذه المهام لها طريقة حل بتكون محددة يا شباب. وطبعا مش هنتناول في هذه الحلقة ازاي نحل هذه المهام، الموضوع يعني اليكم، يعني الموضوع مطروح اليكم، يعني هتحلها انت وهتعملها انت، هتعمل كل حاجة، ولكن هقول لك بتتعمل ازاي. لو فتحت احد هذه المهام بالشكل ده كده، وهنا كل هدفه كله بيقول لك open article، وفتح لك هنا جزئية بالشكل ده كده وقال لك ساب لك لينك وقال لك ادخل على اللينك ده. طبعا احنا دخلنا على اللينك اللي هو اسمه دي مش عارف كومنت دوت بلوك سبوت ده مدونه، وبعد كده قال لك اوبن ارتكل بوتون وبعد كده اوبن هير، اضغط عليها نستنى كده اما يحمل معانا. وادي اوبن ارتكل ضغطت عليها وقال لك بعد كده هيجي لك حاجه بيسميها الاوبن هير ده عشان تحل هذه. طب هنا قال لك لقيت اوفر، فانت طبعا اول ما تلاقي الاوفر ده ادخل رقم الهاتف الخاص بيك، ادخل رقم التليفون الخاص بيك تمام. ده ما لقيت اوفر زي ده وعشان تدخل رقم تليفونك هتقوم قافل بالشكل ده كده، بتقوم انت قافلها وقافل كمان الموقع ده تمام، وبالتالي يا جماعه خلاص انا مش عايز اشتغل اي حاجه ومش عايز احل اي حاجه. ولكن انا ليه؟ لان محتاج رقم تليفون، واحيانا بطلب منك رقم تليفون امريكي، رقم تليفون من الهند، رقم تليفون او كذا او من بلدك الموجوده في عقود السي بي اي، ده كله عقود سي بي اي، وتناولنا قبل كده بان السي اي بي بيلت باخد الاوفر اللي انا عايزه واحط موضوع على منصه البيك ووكر. الجماعه دول حاطين مواضيع وكل حاجه، انت بقى هتعملها ازاي؟ انا مش عايزك تحط موضوع، ولكن هدفنا في هذه الحلقه ان احنا هنقوم بعمل هذه المهام ازاي. نشغل دماغنا كده مع بعض وهقول لك على السكه وانت اللي هتدوس يا معلم وانت اللي هتظبط كل حاجه. السكه هنا من خلال موقع بسيط هو الموقع اللي اسمه الفايف الاس اي ام. الفايف الاس اي ام انت بتسجل عادي جدا مفيش ادنى مشكله، موقع سهل. الموقع ده بيعمل ايه؟ بيديك رقم تليفون لاي دوله في العالم تمام، ورقم التليفون ده بيكون يعني محدش استخدمه قبل كده، والمسج اللي بتيجي على رقم التليفون ده او بنسميها الاس ام اس هي خاصه بيك انت، بيجيبها لك ويقول لك اتفضل، وطالما جابها لك بياخد المبلغ اللي هو عايزه. طيب هنا نبص كده لدول العالم كلها بتكون موجوده تمام. انت اول حاجه بتحدد الدوله وانت بتنفذ العرض بتاع الاوفر، حدد الدوله بالظبط اللي انت عايزها تمام. طيب لو لقيت مثلا اوفر لدوله اكبر ممكن استخدم بي دي اف او ممكن استخدم في بي ان، عفوا ممكن استخدم في بي ان، ممكن استخدم في بي ان في هذه الطريقه مفيش ادنى مشكله، لعشان بس انت تغير عنوان الدوله. يعني مثلا على سبيل المثال انا معايا هنا في بي ام في يونايتد ستيت، في لوتانيا، في يونايتد كينجدوم، في استونيا، ايطاليا وهكذا، فرنسا، نرويج تمام. طيب تعال احنا كده، ولكن انا مثلا من الكويت هقوم دايس على الكويت مفيش ادنى مشكله، الكويت اهي قدامنا. طب انا مثلا من ايجيبت، تعال فين هنا ايجيبت الاي فين، بسم الله الرحمن الرحيم، الاي 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 ايجيبت 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 فين ايجيبت، اي اي ايجيبت اي. يبقى انا كده حددت ايجيبت، يبقى اول حاجه بعملها في الموقع ده بحدد الدوله،
ولازم تتأكد كويس قوي اللي انت تمام مسجل بالايميل بتاعك. يبقى حددنا الدولة بتاعتنا وهي ايجيبت. ننزل للاسفل شوية كده كمان نعدي بقية دول العالم، قال لك سيلكت اوبريتور اللي هو المشغل، عايز ان اوبريتور عشوائي او عايزه مشغل ده او مشغل ده او المشغل ده ما هو الا ارقام تليفونات، يعني كل مشغل من ده يحتوي على ارقام تليفونات اتصالات او فودافون او موبينيل او اي شبكة انت بتكون عايزها. تعال قال لك لو انت استخدمت موقع اسمه 99 اب هناخد منك 7 اوبل لتفعيل الحساب الواحد. تخيل لو في مهمة ب1 دولار او 1.5 دولار وانت عايز تفعلها من خلال الموقع ده هاخد منك 7 اوبل، حاجة جميلة جدا. طبعا لاحظ هنا ان في امازون، في تفعيل امازون ب 18 اوبل، ممكن افعل حسابك من خلال رقم تليفون لامازون ب 18 اوبل. ادنى المشكلة ممكن مثلا نستخدمه لهذه المواقع كلها يعني. تمام ننزل تحت كمان، ننزل تحت كمان كمان كمان، افعله للفيسبوك، افعله للفيسبوك تمام، افعله للفايفر، هنفعله للفايفر ب 38 و7 من 10 اوبل. تمام انزل كمان، دي كلها مواقع، مواقع كلها الايمو ممكن افعل رقم تليفون على الايمو، على الانستجرام مفيش ادنى مشكله ب9 اوبل. ادفع الثمن يا باشا وخد رقم التليفون اللي انت عايزه. طيب ايه الجديد كمان اللي ممكن نفعله هنا؟ المايكروسوفت او ميشات تمام، وفي نافير. طيب تعالوا هنا بعد كده في البيسيل، في البيبال ده العملاق بتاعنا، افعل حساب البيبال بتاعي من خلال 26.7 اوبل، هقول لك تمام. ده من الحاجات الجميله جدا في هذا الموقع. والسناب شات ممكن نفعله من رقم حساب امريكي، التليجرام، اي حساب امريكي، اسباني، اي حاجه، 8.7 اوبل. والتندر والفايبر، تويتر، تويتش، الناس بتعرفش تسجل عليه، تروكولر تمام، ممكن نفعل حسابنا ده كله. موقع يلا تمام. طيب لو انا الموقع اللي انا استخدمه بالنسبه لي الاوفر مش هيكون من ضمن هذه المواقع عشان ناخد بالنا. طب اي موقع بخلاف المواقع اللي انا قلتها قبل كده ياخد منك حوالي 10 اوبل. لو ضغطت على كلمه الاذر وقلنا كلمه باي، تعالي نشتري رقم تليفون، انا هدوس باي، انا معايا حساب هنا على الموقع وانا شاحن في موقع هنا وانا بستخدمه، خلاص انا معايا حوالي 90 سنت 90 روبل، اسف انا بتلخبط يعني، 90 روبل معانا على هذه المنصه. طيب هنا قال لك سكسسفولي ودينا رقم تليفون ايجيبت، وده رقم تليفون فودافون +2 عنوان الدوله، و010 ده رقم فودافون، وده من الكود اللي هيجي لك، هيجي لك هنا. لو جالك هنا الكود هتاخده كوبي وتحطه في الموقع ويخصم منك بالظبط الفلوس. انا قلت معايا 80 سنت وخصم مني 10 اوبل، عفوا معايا 80 اوبل وخصم مني ال 10 اوبل دول، خصمهم مني. وانا مثلا في عرض زي السي بي اللي فات ده ما جاليش ماتش، يعني خلي بالك، خلي بالك من هذه الجزئية، مش كل الأوفر الموجودة هيجي لك عليها مسج، في هيجي لك وفي مش هيجي لك تمام. طيب أنا لو جالي مسج هياخد يخصم منك الفلوس، طب لو ما جاش يا ابني ده هيخصم مني العشرة هوبل وأنا ما خدتش. لا أنت ما دام أنت فتحت وما جالكش أي مسج هنا هقول له كنسل، لما أقعد كنسل العشرة هوبل اللي اتخصموا منك هيقعدوا يديك لحسابك. طب بص مع بعض كده، أنا هدوس كنسل بالشكل ده، وبعد كده قال لك ان الاوضه هاز بي كانسلت، انت الكانسل خلاص، ولكن هتلاحظوا ان الفلوس عادت الى حسابك، ان حسابي كان فيه 90 روبل قبل هذه الحلقه. وبالتالي انا هستفاد ايه من ده كله؟ هنعمل الاوفر كلها على اي موقع خدمات زي بيكو ووكر، زي هايبرد ووكر، زي اي موقع من المواقع دي. الحاجه التانية انا هستفاد بيها، انا ممكن افعل البيبال، ممكن افعل البير، ممكن نفعل اي موقع في العالم كله من خلال رقم التليفون، من خلال المسج اللي هيجي لك من خلال رقم التليفون، وهي دي اللعبه بتاعتنا. طب يا باشا انا سجلت وعايز اشحن اعمل ايه؟ انت لما تيجي تسجل دخولك عادي جدا هتلاقي هنا 0 روبل. طب انت عايز تشحن هتعمل ايه؟ باجي هنا على 90 روبل عشان نشحن كده مع بعض تمام. فقال لك هنا الشحن من خلال الماستر كارد او الفيزا او الحاجات دي كلها، او من خلال العملات الرقميه، او من خلال الكريبتو كرنسي 20 طريقه اللي هو اللايت كوين وبيتكوين والسيريوم والحاجات دي كلها، جميع العملات الرقميه بيدعمها الموقع، من خلال الالكترونيك ميثودز والبنك ترانسفير والاذر بيمنت ميثود. تعال نشوف كده، ندخل على الاذر بيمنت ميثود هتلاقي فيها البير وتلاقي فيها بيرفكت وان والحاجات دي. تعال ندخل على البير تمام، هتقول لك احط الكميه اللي انت عايزها بيهوبل تمام. طيب انا عايز الكميه قد ايه؟ هنفتح حسابك على البير، انا مثلا معايا هنا حوالي 74 و 54 من 100، هنقول مثلا انا هاخد من هنا حوالي 70 روبل على سبيل المثال، انا هاخد منهم
70، نخليها 72 او خليها 70، هناخد 70 نوبل تمام. وبعد كده بقوم دايس على كلمة create invoice، فقال لك payment invoice pending click to go to payment. بعد كده بقول لك دوس على كلمة go to payment، دوس عليها. طبعا انا معايا في حسابي على البئير حوالي 72 وشوية اوبل، 74 اوبل، يعني حوالي 1 دولار و22 من 100. تمام. طيب هنا بيقول لك طبعا الدفع، هتقول له هنا بهير اوبل مفيش ادنى مشكلة، وهياخد منك 70 68، هل معاك المبلغ ده؟ انا معانا المبلغ ده تمام، انا شايك بس نتأكد. بعد كده اقول له بالضغط على الكونفيرم على التأكيد الدفع. وبعد كده بيقول لك يدايركت تو ذا بيمنت بيتش، الى صفحة البيمنت. وبعد كده بتقول له هنا، هتقول له كونفيرم تأكيد، انا كان معايا 90 في الموقع، يبقى هو كده دفع بإيهوبل. خلاص، يبقى احنا كده أكد الدفع كده بيمنت سكسسفولي، يبقى هو كده أكد الدفع من خلال الروبل اللي احنا عملناه. أصبح معانا دلوقتي 160 روبل، أنا كان معايا 90 وعملنا 70 عليهم، يبقى كده معايا 160. ممكن بمهام، ممكن يعني دي تعمل لك 16 تفعيلة بالحساب. طيب ال 160 روبل دول بقد إيه؟ بحوالي 2 دولار وشوية. ولو انا عملت فقط، انا قلنا 16، ولو انا عملت 10 مهام بس ب15 دولار، ب1.5 دولار، يعني بحوالي 15 دولار لو مهام او اوفر من النوع اللي هو تفعيل رقم التليفون. وبالتالي انت حولت يعني من 2 دولار الى حوالي مبلغ بيكون اضعاف 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 ما يمكن ان تتخيله، ما بالك بالمهام اللي بتكون ب5 دولار وال4.5 دولار و3 دولار. انا بس بتكلم في اقل حاجة اللي هي ال1.5 دولار. وبالتالي موقع الاس 5 الاس اي ام، الموقع ده مش هيديك فلوس، انت هتعمل ايداع في هذا الموقع، ولكن من خلال التفعيلات الموجوده عليه بارقام التليفونات لجميع دول العالم هتقدر تكسب من المواقع التانية. خلاص، يبقى احنا فهمنا الدنيا والحدوته ماشيه ازاي. طيب وممكن نفعل منه اللي هو البيبال، مفيش ادنى مشكله. طيب سؤال، هيجي لي سؤال، انا عملت تفعيل للبيبال من خلال رقم امريكي او رقم مثلا من المانيا او من فرنسا او من اي دولة في العالم كله، وجه البيبال بعد كده طلب مني ان انا افعل رقم التليفون تاني، وانا قفلت الموقع واستخدمته من زمان، هل ينفع نعيد استخدام نفس رقم التليفون؟ اه، كل رقم تليفون انت استخدمته على هذه المنصة بالامكان وفي الامكان ان انت تستخدمه بعدها حتى لو عدى 100 سنة عليه. ازاي يا جدع، ازاي يا جدع الكلام ده؟ بالضغط على كلمة اكتيفيشن اللي هو التفعيل، هيجيب لك جميع التليفونات اللي احنا استخدمناها. يعني انا عن نفسي، انا طبعا استخدمت رقم تليفون وجالي كود تفعيل اهو زي ما انتم شايفين، وده كان تيست للموقع للحاجات التانية، كان في لوتينيا وايجيبت، ولكن انا بستخدم دايما لوتينيا وايجيبت دايما بالنسبة ليا. تمام، انا جالي رقم تليفون واتخصم مني قبل كده، وانا حبيت اعيد استخدام رقم التليفون بس بالضغط على علامة الصح ده، هيجي يقول لك ان ايه، ان انت ممكن تعمل تو اكتيفيت اوردر، يعني طبعا قال لك ان انت ممكن تفعل الاوردر ده من جديد ويخصم منك ال10 ست، وهتستخدم رقم التليفون تاني في تاكيد لحساب البيبال حتى لو عدى 1 مليون سنه. فجميع الحسابات اللي انت بتستخدمها هنا او اللي انت ما استخدمتهاش ولغيتها بتبقى موجوده كلها فين؟ في الخانه الخاصه بالاكتيفيشن اللي هي دي، وبالتالي مفيش حاجه بتضيع عليك. هنقعد تاني طبعا، انا مش عايزه خلاص، هنعمل كانسل مش عايزينه، ونعود تاني للصفحة الأساسية، وربحنا كده وضحنا الليلة ماشية ازاي والقصة بتكون ماشية ازاي في هذه المنصة، والمنصة دي مش هتديك فلوس ولكن من خلالها انت هتقدر تعمل فلوس. طيب الأوفر هنعملها، ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن تفعل حسابات البيبال أو البهير، وممكن إن أنت تبيعها. يا جماعة أنا عندي 50 حساب بيبال أمريكي أو كندي للبيع، بيعهم يا باشا في أي موقع، تمام، هنكسب منه ذهب، هنكسب منه كمان احسن من الاوفر. لو انت بعت حسابات هتكسب منها احسن من الاوفر، دي حاجة تانية ممكن ان انت تستخدمها. الفيديو ده يعني بملايين الدولارات، يعني فيديو جامد. اتمنى ان انا اكون وصلت لك معلومة، اتمنى انك تشغل دماغك، انك ممكن تطلع من الموقع ده مليون حاجة وحاجة بخلاف اللي انا قلته. اتمنى طبعا التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله القادم هيكون أفضل. مع السلامة.